وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبرقع: ملعب الميناء ليس سيئا وسنضع حدود لهتافات الجماهير المسيئة. صورة بزاوية محددة في وقت معين، الملعب فارغ، ماكو ألعاب، ماكو جمهور، إذن ما يصير أنت تتحدث عن ملعب هو فارغ ماكو فيه جمهور تقول مثلا ليش هنا شيء اسمه الحب، ليش هنا قوطية، ليش ما يصير. لازم من يكون اكو جمهور معناه الملعب غير جاهز للجمهور. اما انت تدخل له والصوره في اوضاع معينه، هذا ثيل صناعي تم تغييره او تم بعثرته بسبب الرافعات اللي تنصب الخيم، وبعدين يرجع الثيل، واذا ما رجع فلازم يصير المضمار بالتارتان يغطى حسب موعد الشركه، لان الشركه ما قدرت تغطي قبل البطولة الخليجي 25 لضيق الوقت. دور وزارة الداخلية واضح، هو عملية صد ومواجهة ومجابهة هذا النوع المرفوض طبعا. دور وزارة الشباب أن تقطع الطريق على هؤلاء، يعني بمعنى أن تمنحهم من أن مو أن تصدهم إذا فعلوا ذلك. وهذا بالحقيقة يخلينا نمارس دور تربوي أكبر منه دور كبح وكذا. فتوجهت الوزارة إلى صناعة مدرسة أو مركز لصناعة المحتوى الهادف.